هاد النيبه هادي في جيبي، ندير معايا شي حوار. غنعرف لك شي مره والله نشدك شي كرسي نديرو لك هنا في الشقه. يلا سكتي. اللي خايف على وليداتو ما يتفرجش من الاخر، اللي خايف على وليداتو يحيد لهم التلفازه وينعس مع تسعود ويمشي يقرا وينجح ويولي طبيب ديال الكيلي. بسبب حموضة رمضان سكينة درابيل تهاجم المغاربة. أثارت تصريحات للفنانة المغربية سكينة درابيل ضجة كبيرة خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج الحوارية المغربية، وهي تهاجم كل من انتقد المسلسل الدرامي الجديد المكتوب الذي يبث على شاشة القناة الثانية خلال شهر رمضان المبارك. وقالت سكينة درابيل أن المكتوب يحكي واقع المجتمع المغربي وأن السجارة الإلكترونية توجد في الواقع المعاش، وصرحت بأن السجارة الإلكترونية كل شيء لك يكمهم هذا الواقع، أتبيني الحب وما تبينيش السجائر. وأضافت اللي خايف على وليداتو يطفي التلفازة وينعس ويقريهم مزيان ويرجعهم أطباء ديال الكيلي. هو الواقع تبيني الحب وما تبينيش داك الشيء اللي في الواقع كاين. وأكدت على أن مسلسلهم المكتوب ناجح رغما عن أنف كل من انتقدهم، وهو ما يثبته الترند الذي دائما ما يتصدره. وقالت مسلسلنا ناجح بغيتو ولا كرهتو وراه ديما طالعين في الطندونس. واعتبر النشطاء أن جواب درابيل استفزازا لهم وأعربوا عن غضبهم الشديد منها. ومن أبرز التعاليق التي هاجمت هذه الأخيرة جاء فيها مستوى دنيء وأسلوب رديء، كل مرة كتزيد بي المستوى ديالها. وقال آخر التلفاز راه كتقطعوا لنا منها، إذا واجب عليكم تخدموا أعمال تعجبنا، خصكم تتعلموا طريقة الحوار، عادوا اليوم ممثلين. راه كلشي وليك مساج الكتروني. هو الواقع تبيني الحب وما تبينيش داك الشيء، خايف على وليداتو ما يتفرجش من الاخر. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.